بسم الله الرحمن الرحيم. مادة النشاط العلمي، المجال، الذوبان والخلائط. المستوى الخامس ابتدائي. أتمم بما يناسب. يتكون الخليط من فراغ. يتكون الخليط من جسمين مختلفين فأكثر. الخليط المتجانس، لدينا فراغ هنا. الخليط المتجانس هو الخليط الذي لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. أما الخليط غير المتجانس فهو الخليط الذي يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. السؤال الثاني، ضع علامة في الخانة المناسبة من الجدول. خليط متجانس، خليط غير متجانس. الماء والتراب خليط غير متجانس، يمكن أن نعرف ذلك بالعين المجردة. الماء والحليب خليط متجانس. الزيت والخل خليط غير متجانس. المشروب الغازي خليط متجانس. السؤال ثلاثة، في تجربة وضعنا الماء والملح في كأس شفاف فأذاب أحدهما الآخر، ما هو الجسم المذيب وما هو الجسم المذاب؟ الجسم المذيب هو الماء، الجسم المذاب يعني الذي ذاب فيه هو الملح. أصل بسهم، لدينا العبارة التالية. أصل كل عبارة بما يناسبها. التصفيق يعني ترك الماء الطبيعي في حوض حتى تترسب الأجسام العالقة في الماء والغير القابلة للذوبان في الماء. الترشيح يعني هذا الترشيح يستخدم لفصل المواد الصلبة غير قابلة للذوبان عن سائل مثل الرمل مثلا والماء، الذين رمل وماء، فنستخدم الترشيح، نستخدم غشاء أو مرشح له مسامات أصغر من حجم المادة المراد فصلها. هنا خطأ، تشجير، التشجير هو غرس الأشجار، ربما يقصدون هنا بالتبخير، يعني طريقة لفصل المخاليط المتجانسة التي تحتوي على مادة صلبة دائبة مثلا ماء وسكر أو ماء وملح، حيث يتم فصل المادة السائلة عن المادة الصلبة حتى تبقى المادة الصلبة فقط. مثلا في كثير من دول العالم يتم الحصول على ملح الطعام من خلال عملية تبخير مياه البحر باستخدام الطاقة الحرارية للشمس. إذن التصفيق، الترشيح، التبخير. أما التشجير فهو زراعة الأشجار في مناطق ما، في منطقة ما. للفصل بين مكونات ماء به ملح نلجأ إلى التبخير. يتبخر الماء فيبقى الملح أو المادة الصلبة. للفصل بين مكونات ماء عكر نلجأ كمرحلة أولى إلى التصفيق. التصفيق. للفصل بين مكونات ماء عكر نلجأ كمرحلة ثانية إلى الترشيح. وهناك طرق أخرى كثيرة، التقطير مثلا سيراها التلميذ في مستويات مقبلة، الغربلة، طريقة الغربلة باعتماد الغربال تستعمل لفصل مثلا الحبيبات الكبيرة مثلا الذين رمل وحجارة أو رمل وحاصة، نستعمل الغربلة بواسطة الغربال وهكذا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.